مصبر 2030 ألفا ريكويست دايركت رابع. لا دايركت رابع. دايركت رابع شكرا يعطيك العافية. هي نمبر 2030 ألفا on final runway 30. Report DME please. 6 miles. Copy. Hey, Roger. What's going on? And for November Alpha, you will have to backtrack to exit from the beginning of the runway and follow the following. شيء عظيم ما شاء الله. الحمد لله وصلنا إلى مطار العلا. المطار لسه يبنون فيه من هنا. بسم الله السلام عليكم. يلا ودعنا الله. تحضيرات العودة إلى من العلا إلى تبوك إن شاء الله. وكل واحد يقدر يسوي بركات هنا ولا برا. نوفمبر 2030 ألفا ريبورت رايت بيس رنوي 13. نوفمبر 2030 ألفا I can turn right base from now if you want. It's clear sir. Turning right base November 2030 ألفا. الله يكرمكم. الله ما سوينا شيء. نعم الله عليك. واجبكم. الله يحفظك. طبعا طلع هو في البنتلي وحنا في الطياره، بس ما شاء الله عليهم وصلوا تبوك ومجهزين الغداء. الله يكرمكم. الحين احنا خلصنا من تبوك، حنطلع الى نيوم. حيوصلونا
يقولوا يمديهم يوصلون ويستقبلون. خلونا نشوف التحدي. بدون تخطيط تجي جميلة جدا. شعور جميل انك انت شفت ابوك من فوق الطيارة الصغيرة وتنزل. فعلا. تنزل فيها. شيء جديد. اللي الناس تنزل جتات انت جاي روعة صراحة. عصفور عصفور. لا مصورين على البابي كذا مضبطين الاحمر الابيض مضبوط. كمان. كريك لايت سنوب. الله. انت لازم اضيفك سناب. يسر. انا بكل الصور صغيرة مرة يا اخي. يلا بسم الله على بركة الله. بعد تقريبا 10 دقائق الإطلاع إلى مطار نيوم وداعا تبوك. نمبر 2030 ألفا هولد شوت رانوي 13 هولد فروم جدة هولد فروم جدة ستاند باي فور كليرنس هولد ات رانوي 13 طيارة نازلة؟ لا بيقول انتبر الكليرنس من جدة. اوكي نوفمبر 2030 ألفا كليرنس جو هيد كلير تو نيوم إن شاء الله في يانكي 333 altitude 6500 feet and squawk 7000 squawk 7000 يانكي 33 at 6500 نوفمبر 2030 ألفا feel to go ahead نوفمبر 2030 ألفا ريد باك إز كوريكت كوفير ريدي فور ديباتشر ريدي فور ديباتشر كابي لاين أب أند ويت رانوي 13 لاين أب أند ويت تكلها الله تكلها الله. أعزائنا المسافرين نستمع الآن إلى دعاء السفر وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Ladies and gentlemen, the text you are about to hear is a supplication. طبعا البورش خسرت الرهان. مشى الى 300 ويفتح الله الطياره. من اللي وصل اول؟ حصلت السباق معك. حلي 300 ما في ها؟ ما في 300. نعم خسر اليوم خسر السباق. خلصنا من البر وخلصنا من الجو والحين بحر طالعين في الحوت الازرق الحوت الابيض. يقولوا في سمك في الليل. خلنا نشوف. عطنا لمبه زرقاء كذا. يا سلام. ايوه هذا حق المساج. ايه. اسعد الله صباحكم بكل خير. ها يا ابو محمد كنا تاخرنا في النوم شوي. اي والله راحت عليك الرحله. الكابتن معانا مو مشكله. والمفتاح في الدرج. ها والمفتاح في الدرج طبعا من نيوم. نيوم هي اسمها نيوم. نايمين يعني نيوم. انا جبتها نيوم يعني ناموا. ناموا لا احلى نومه الحمد لله ولا ورانا شيء فاضيين اللهم لك الحمد. الهواء جميل والجو جميل والديره دافيه. لا ادفى واحسن من قعده العلا. ايوه طبعا نيوم قديما. شوفوا كيف صح صح. ما في الا طيارتنا واحده.
الحمد لله على السلامة. وصلنا إلى مطار يومبا بعد رحلة جميلة من مطار نيوم. حنا نلم أغراضنا ونمشي إلى الصالة حيث نلتقي الشباب. أسعد الله صباحكم بكل خير بعد أن قضينا يوم جميل في يومبا أو ليلة صراحة. الكابتن أسعد هلا حيكون مرافق لي على في رحلة. كنا حنروح لرابغ لكن ما ضبطت الأمور، حنخليها لوكال فلايت، رحلة محلية هنا فوق يومبا عشان نشوف بيت من فوق كيف شكله. استمتع بالرحلة ودعي القيادة لنا. الحمد لله وصلنا ولله الحمد قبل غروب الشمس، والآن نختتم هذه الرحلة الطويلة الجميلة وندخل الطيارة بيتها تنام وحنا نروح ننام.